استاذ عليا، اهلا وسهلا فيك، نورتنا على قناه طهراء. بنخبر استاذ مجنة اكثر، مين هي استاذ عليا؟ حياك الله استاذ انس، وياك اختك علي الحبسي. حياك الله. ام لخمسه اطفال ما شاء الله، وزوجه. بدايه قدمت على وظيفه ولكن ما حصلت فرصه، وكانت عندي هواية اللي هي صنع الدخون الإماراتي. بديت في فترة معينة، وبعدها يعني جت الفكرة الكوفي بيني أنا وزوجي أن نفتتح كوفي في المنطقة يخدم المنطقة اللي إحنا فيها، والحمد لله فتحناها بطريقة يعني شوي مختلفة عن باقي الكوفيات. جميل. لو توجهنا أكثر أنا عالم الكوفي هذا، طبعا أساس أي نجاح هناك قواعد وأسس منضحة. ما هي القواعد الاستراتيجية أنت وسعادة أستاذ محمد في إنشاء هذا الكوفي اللي هي تطوره أكثر وأكثر؟ يعني أولاً الكوفي يقع في منطقة شوي بعيدة عن الكوفيات، يعني منطقة شبه نائية، يعني مش نائية أقول لك إياها، بس الشارع يفتقر لهالموضوع. جميل. وسوينا فيها فكرة إنه يكون في قسم اللي هو للأسر المنتجة حق تاجرات اللي يضعن الأكل عندنا، مثلا الأكل الجاف أو مثلا السويتات والموالح. جميل. طب لو توجهنا أكثر الآن لهذا الكوفي في الخدمات الموجودة أكثر في عالم الكوفي أكثر، الكوفي تميزات الكوفي عندكم؟ طبعا مختارين اللي هي مختارين من أجود أنواع الكوفي. فقبل ما نفتح الكوفي طبعا جربنا وخذنا آراء، لأن كنا فاتحينه فتح تجريبي، فالحمد لله والشكر كان في قبول عليه، وحصلنا شوية صعوبة في اختيار العاملات. اختيارك الموظفين يعني هاي الصعوبات كيف واجهتوها؟ كيف تم اختيار الموظفين؟ في صعوبة كانت في اختيار الستاف، لأن احنا بنقدم مادة غذائية فيشترط فيها أن تكون نظافة شخصية مع نظافة المكان تمام، مع سرعة مثلا في الخدمة. طبعا أستاذ علياء، خبريني الآن أكثر عن تميز الكوفي الموجود لديكم خاصة في منطقة هذه الفجيرة عن باقي الكافيهات الموجودة في المنطقة. تم اختيار أجود أنواع البن، كذلك ابتكار يعني ابتكار نكهات مختلفة ترضي الزباين، وكذلك فيها يعني لمسة من الإبداع. يعني مثلا عندك كوفي في كثيرين حبوه اللي هو سينابون كوفي. جميل. خبرينا أكثر عن هذا التميز وضعته في عالم الصناعة المنزلية تحت أيادي جميلة، تحت أيادي رقيقة حبت تبهر عملها وجودتها. كانت فرصة لبعض الأسر المنتجة أنهم يعرضون منتجاتهم في الثلاجات أو على أرفف. جميل. خبرينا أكثر عن هاي المنتجات الموجودة عندكم وتميزها. يعني الحمد لله والشكر في عندنا وحدة من الزباين أو وحدة من الأسر المنتجة كانت طفلة بعمر 14 سنة، فكانت تسوي اللي هو البوكس الشتاء، وكانت تسوي الاستكارات اللي هي الشاي أو المشروبات الساخنة. فكتشجيع خلينا لها الرف فري، يعني أنها بعمر 14 سنة ما شاء الله. وعندنا بعد تاجرات من أكثر من إمارة، مش من منطقة نفسها.
استاذ علياء خبرينا اكثر، خاصه لسيده اعمال وام لخمسه اطفال وزوجه ايضا، كيف كانت مواكبتك وتنظيمك للعمل بين العمل والناحيه الشخصيه؟ الحمد لله والشكر، بدايه كانت في صعوبه ان الموضوع جديد علينا، بس عقب فترة الحمد لله قدرت أواكب ونظم وقتي بين الكوفي مثلا وإدارته وبين المنزل، والحمد لله بمساعدة ودعم من زوجي وأبنائي. طبعا أستاذة علياء، دولة الإمارات هي وضعت لنا أساس كل نجاح وهو نعمة الأمن والأمان، هذه النعمة ماذا تعني لك من ناحية شخصية ومن ناحية عملية؟ الحمد لله والشكر على نعمة الأمن والأمان اللي نحن ناعمين فيها في بلادنا. لولا نعمة الأمن والأمان اللي نحن عايشين فيها ما كنت أقدر أخلي مثلا عيالي في البيت ويا المحل، بيكون مثلا الوضع شوي صعب، أو أني أخلي المحل وأكون في المنزل. فالحمد لله نعمة الأمن والأمان نعمة نحمد الله عليها ونحمد الله على دولتنا. يعني طبعا الله يديمها علينا من نعمة، الله يديمها علينا من نعمة يحفظها من الزوال إن شاء الله يا رب العالمين. طبعا هذه النعمة لم تأتي من فراغ، أتت بفضل الله عز وجل ثم بفضل القيادة الحكيمة قيادة رشيدة موجودة في دولة الإمارات. ما هي رسالة شكرك من سيدة أعمال من فارسات التغيير في هذه الدولة من بناتي هذا الوطن على ما قدموه لنا من نعمة أمن وأمان وبيئة الاستثمار الناجح؟ تقدم بجزيل الشكر لحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد وإخوانه الحكام، وأخص بالذكر الشيخ حمد بن محمد الشرقي لما قدمه لنا في منطقة الفجيرة، والحمد لله والشكر والتساهيل والدعم اللي قدمونا إياه. طبعا قبل ان ندهن الوقت، كلمة شكرا مين تهديها لأشخاص مميزين بحياتي كانوا داعمين لك منذ البدايات حتى الآن؟ أولا زوجي لدعمه المستمر ووقوفه معي والتوفيق بين المنزل والعمل، وتقدم بها لجميع صديقاتي وخواتي على الدعم المعنوي وابنائي.